نصل الآن إلى المباراة التي شهدت أقل عدد من الجمهور، المباراة بين كوريا الجنوبية وتركيا. بالنسبة للكوريين فإن رحلتهم بالطائرة كلفتهم أكثر من 10,000 جنيه استرليني وقت ذاك، وبالمقابل فهم خسروا 9 أهداف نظيفة أمام هنغاريا في مباراتهم الأولى، ويبدو أنهم سيواجهون مصيرا مشابها هذه المرة أمام تركيا التي باشرت تسجيل الأهداف منذ البداية ونجحت في نهاية المطاف أن تفوز 7 أهداف نظيفة. في الأيام التي أصبحت فيها الرياضة الدولية مهمة جدا، فإنه من دواعي السرور وقد نام المصورون أن نرى أن الكوريين الجنوبيين ما زالوا يتمتعون بروح رياضية طيبة رغم الخسائر القاسية التي تعرضوا لها في هذه البطولة.